انا ما يمكن لي الا نشكركم. يلا الله يسلمك. على اولا هذا الحضور ديالكم المفتاح، ما يمكن لي الا نقول لكم انه ان شاء الله الان بعد هذه الاستحقاقات المقبله ان شاء الله لا بد غتتفاجئ الامور، ما غتبقاش هذه الازمه ان شاء الله، ما غتبقاش هذه المشاكل، ما غتبقاش هذا تعقيد المساطير، ما غيبقاش هذه العكوسات وهذا البلوكاج اللي كاين في هذه المدينه، ان شاء الله غتكون النتائج جد ايجابيه، وعندي امل كبير ان شاء الله انه لا بد ما تكون فرص الشغل للجميع. نتمنى انه ان شاء الله بالقريب العاجل نتجاوزوا هذا الوباء، نتجاوزوا هاد الناس اللي في هذه البلديه ما يتراعيوش مشاكل الناس، تجاوزوا كذلك هذه الحكومه اللي هذه 10 سنين ما قدمت حتى شي حاجه بالنسبه للساكنه ديال المغرب. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح، وليداتكم الله يعطيهم النجاح ان شاء الله في الدراسه ديالهم. ما غنطولش بزاف، مره اخرى غادي يكون عندنا لقاءات كبيره ان شاء الله اثناء الحمله الانتخابيه اللي هي قريبه شهر 8 9 ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، وسمحوا لنا على هذا الاداب ديالكم اللي تعذبتوا باش تحضروا، ولكن حنا دائما غنبقاو رعنا الاشاره ديالكم كما كنا دائما سنظل اوفياء لهذه الساكنه، اوفياء لمدينه فاس، اوفياء لمقدسات هذا الوطن، اوفياء لكل التوابت ديال المملكه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. الله يوفقكم، وحنا معاكم لتغيير داخل مدينتكم، معاكم من اجل تغيير الاوضاع وتكون ان شاء الله الى الافضل الى الاحسن، باش ان شاء الله وليداتكم يلقاو المدرسه ويلقاو المستشفى ويلقاو الشغل في المستقبل ان شاء الله. وفقنا ووفقكم الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. ودائما تختم بقوله تعالى: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا صدق خيرا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا، الله يوفقكم، الله يوفقكم، الله يوفقكم.